كمان مهنة المحاماة من أستراليا. أنا محامي أسترالي ولكن أولاد تحمل الجنسية الأسترالية، إنما تشتغل مع الجالية أبناء الجالية اللبنانية من خلال المكتب موجود في أستراليا. نعم أنا حقلك شغلي، نحن بعملنا كتير قانونيين، وأنا ما عم بمارس مهنتي بأستراليا، أنا عم بمارس المهنة اللي عندي بلبنان، لكن عم نتابع مع مكتب المحاماة ومكتب الخيل للمحاماة ب بينغستون بسدين. نحن في عنا اتفاقية تعاون بيناتنا نحن ويهم من 7 سنين، والحمد لله كان عمل كتير ناجح بالنسبة للجيل اللبناني. نحن منتابع كافة شؤون اللبناني، شؤون المواطنين اللبنانيين الاستراليين في لبنان مش في استراليا، فبالتالي انا ما بقوم بعمل قانون لاستراليا، لكن انا بخلص شؤون اللبنانيين اما وجودي في استراليا. نحن بنقدم فيزا، نحن بنقدم فيزا رسمية للدولة الاسترالية وبنشرح فيها اسباب قدومنا وبنشرح فيها انه نحن في كونترا بيناتنا ونحن حنتابع هالاعمال هي مع الزبائن. هيدي نقطة مهمة، هيدي نقطة مهمة. طيب شو هي اهم المواضيع يلي بتنطرح لكم او القضايا؟ يعني مثلا عم تتابع مع مكتب الخير ببينغستون، قضايا ابناء الجاليه اللبنانيه الاكثريه شو هي؟ حقلك انا، نحن بس في نقطه بدي اوضحها، نحن تواجدنا هون هو اللي طمانينه المواطن اللبناني الاسترالي موجود هون وعنده دعوه بلبنان. نحن عم نقول له انه نحن موجودين معك سنويا كل سنه لمده شهر ونص لحتى انت تكون معنا كونتاكت مباشره ونحط بين ايديك الاعمال اللي عملنا لك اياها ولوين وصلنا، مش قدامنا على الاتصالات وعطول يبعث للمحامي. بتعرف انا انعرضت علي عده امور ومشاكل بين اللبنانية او استراليين عندهم محامين بلبنان وكان عندهم صعوبه بالتواصل انه يهم ما عم يعرفوا وين وصلوا وشو صار بدعاويهم و فبالتالي اللي هي العلاقه بين الزبون باستراليا، يعني بين المواطن اللبناني باستراليا وبين المحامي شبه ضروريه. فبالتالي الموكل اللي ما بيقدر ينزل على لبنان ليشوف شغل الدعاوي اللي عنده صارت ولا عم توصل المعلومات الواضحه والكافيه من المحامي، فنحن عم نوفر عليه، عم نجي لهون عم نقول لك الامان هون، نحن هون نحن موجودين، نحن هيك عملنا هيك تركنا وصلنا لهالنتيجه هيدي. فبالتالي عم يصير في نوع من الامان والاطمئنان اكثر للمواطن هيدي، عم يشوفوه شخصيا، عم يشوفوه. نحن فينا نكون على تواصل معهم خارج لبنان مثل كاي محامي، لكن الاكثر اطمئنانا والاكثر امانا والاكثر ثقه بين الناس انك تكون انت موجود معهم سنويا على القليله مره واحده بالسنه حتى يشوفوك يعرف حال الناس. بعدين المواطن اللبناني بحب يشوف المحامي اللي عنده، بحب يشوفه. يعني ما يعني انت ما فيك تقولي لاي مواطن انه والله انت هذا محاميك وعم يشتغل لك وما شايفه. عندنا نحن الثقه الشخصيه مهمه جدا عند المواطن، يعني بس يطلع فيك يرتاح لك كذا حبك خلص بصير عنده اطمئنان نفسي تجاهك. شو عم بيعاني المواطن اللبناني؟ شو هي مشاكله؟ اكثر المشاكل اللي عم هل بالنسبه للمشاكل القانونيه هي متعدده الحقيقه. يعني نحن خلال عملنا انا عندي عده مواضيع اللبناني الاسترالي بيعاني منها، منها مثلا القضايا الارث او قضايا الوصيه اللي بتصير او قضايا الجرائم اللي بيكون لها فيها بلبنان هم مؤخرا. مثلا حضرتك مثلا يعني كان عندنا من فتره موكل عليه ملاحقة جنائية بموضوع لافترضنا تروج عمل مزورة أو مخدرات، وفي هالموضوع هذا في عدة أشخاص مدعى عليهم فيه، من ضمنهم أشخاص من لبنان من ضمنهم أشخاص خارج لبنان. فبالتالي صار في ادعاء ملاحقة له بلبنان بأستراليا بأستراليا في أطراف معه في لبنان، في أطراف معه بدول تانية. فبالتالي عم بضرب لك المثل مشان نعرف تعرف الناس شو أهمية العمل القانوني داخل وخارج لبنان. فبالتالي هلا لما أي دولة بيكون في أشخاص مدعى عليهم هن متورطين مع أشخاص موقوفة لديهم وهن خارج لبنان، فبيعملوا شيء اسمه إخبار او للانتربول الدولي من اجل ابلاغ الدوله اللي موجود فيها الاشخاص الملاحقين وغير موجودين، ماشي، عبر دولته، ومن خلاله بتتحرك
النيابات العامة بهالدولة وبتلاقي هالأشخاص موجودة لديهم. مثلا لبناني عمل جرم هون بأستراليا وراح على البيت، الدولة الأسترالية بتلاحقه، ما لقيته هون بترفع كتاب الانتربول الدولي وتقول لهم خبروا دولته وحطوا اسمه بالانتربول الدولي لأنه هو يكون ملاحق بأستراليا وبيعمموا اسمه على الانتربول الدولي مشان بس يطلع أي بلد موقع على الاتفاقية هذه بيقضوا عليه وبيجيبوا على أستراليا. فبالتالي بيكون هو تبلغ عنه إذا لبناني، تبلغت الدولة اللبنانية عبر الانتربول الدولي إنه هذا اللبناني ملاحق بجرم كذا كذا. هلا كيف يلاحق؟ إذا كان هو لبناني وهذا الجرم أثبت عليه يعاقب عليه بالقانون العقوبات اللبناني، فبالتالي النيابة العامة التمييزية تتحرك تلقائيا بناء على هالأخبار هيدا، إذا كان جنائي أو جنحة مش الحال، بتتحرك في تفاصيل ما بدنا نذكرها بس بتتحرك تلقائيا وبتدعي عليه، تدعي عليه امام النيابه العامه اللبنانيه التمييزيه، تدعي عليه وتحيله امام القضاء المختص مشان ملاحقته. فبالتالي يمكن يكون تلاحق هون باستراليا ماشي الحال، وتلاحق بلبنان وصدر عليه حكم، صدر عليه حكم باستراليا لفترض ماشي، هو رجع استراليا قبل ما ياخذ ما يعرف انه هو كان عليه ملاحقه بلبنان، رجع استراليا ووصل استراليا وتوقف باستراليا وانحكم باستراليا. طلع هالزلمه بعد 4 أو 5 سنين طيب في ملاحقه له بلبنان بعد ما خلص من ملاحقته، ما معه خبر. هذه القصه اللي صارت مع احد الاشخاص، فبيطلع على لبنان بده يعمل بده يروح عند اهله، بده يعمل زياره، بده يعمل اللي بده اياه، فبتوقف لأنه يكون اسمه طالع عليه ملاحقة، في عليه مذكرة توقيف أو عليه حكم قضائي أو عليه بحث وتحري سواء كل شيء. فبالتالي بتوقفها بالمطار وبيروح بيقضوا على القطعة المختصة وبصيروا بدهم ينفذوا فيها المذكرة أو يعني بيكون توقف بأستراليا وتوقف. هلا نحن شو عملنا هون؟ نحن عملنا قبل أي إنسان بشك إنه في عليه ملاحقة أو عليه انتربول دولي أو شيء بيحكي معنا، نحن بنطلع بنعمل الامور الاجرائيه اللازمه والقانونيه اللازمه لنعرف شو في عليه ملاحقات، بعدين نحن بنشوف اذا هو منفذ هالحكم بناخذ صوره عن تنفيذ هالحكم وعن خلاصه الحكم وتنفيذه، وبنطلب اسقاط ملحقته بلبنان بناء على تنفيذ الحكم وبلده، لانه القانون بيقول انه اوريدي تنفذ مرتين، شخص ما بيلحق بالجرم مرتين ماشي الحال.